سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما
ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك، فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحيما بهم، اللهم يا لطيفا بهم، اللهم رحماك رحماك بإخواننا. اللهم إنهم ضعفاء فانتصر لهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. يا ذا الجلال والإكرام، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم زلزل أرض عدوهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم فارنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون. يا جبار السماوات والأرض، يا قوي يا عزيز، اللهم واغفر اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووصلهم بالمال
والثلج والبرد. اللهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا في ظلمات القبور وحدنا في ظلمات القبور. اللهم أنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا بردت القدمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا شخصت العينان. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب. من لنا غيرك يا الله؟ من لنا غيرك في هذا اليوم العصيب؟ اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وافرجها اللهم بالروح والريحان والنور والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك ونرجوك، ندعوك ونتوسل إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم واجعلنا بارين بهما. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره، اللهم أطل أعمارهم بطاعتك، اللهم وامدهم بالعمر المديد والعمل الصالح الرشيد. اللهم ومن مات منهما فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافرش اللهم بالروح والريحان والنور والإيمان
الإيمان والسلامة والإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. ربنا ورب رمضان، ربنا ورب رمضان، إن شهر رمضان قد أزف على الرحيل ولم نتزود منه إلا بزاد قليل. اللهم فاجبر كسرنا على فراق شهر رمضان. اللهم واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من المحرومين، واللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.